والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هقرأ على مسامعكم الآية الأخيرة اللي قالت دلوقتي في إنجيل هذا الصباح مرة تانية وحنتكلم عنها شوية. وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. بالآية دي ختم معلمنا يوحنا الرسول إنجيله، قال لنا إن في أشياء كتير عملها يسوع ما كتبتش في الإنجيل. وهنا ده سؤال مهم جدا، بما إن إحنا النهاردة قداس بتاع حبايبنا في مدارس الأحد ابتدائي وبرضو مفتوح للشعب، فيمكن شيء مناسب أو ربنا يسمح إن إحنا نتكلم على الآية دي ونتعلم منها حاجة مهمة جدا. حاجات كتير عملها يسوع وما كتبتش في الإنجيل. واحد يقول لي أفهم من كده إيه؟ إن الإنجيل ناقص، في حاجات مش مكتوبة فيه، يبقى كده المعلومات ناقصة، يبقى إحنا ما عرفناش كل حاجة. أقولك لا، أنت كده فهمت المسألة بالعكس. العكس هو اللي عايز كان يقوله معلمنا يوحنا، عايز يقول لنا في نهاية إنجيله أنا كتبت لكم بعض المعلومات مش كل المعلومات. اللي بيقلب ورق، ولو سمحتوا الصوت بتاع تقليب الورق ده بيزعج الآخرين. عايز يقول لنا معلمنا يوحنا أن أنا كتبت لكم في الإنجيل بعض الحاجات. ليه طب يا معلمنا كتبت لنا هذه المعلومات القليلة بس وما كتبتناش كل حاجة؟ لأن الحقيقة الإجابة تكون كالآتي، إن الكتاب المقدس ده، الإنجيل ده، العهد الجديد ده اتكتب على ثلاث مراحل، أو هو عبارة عن ثلاث مراحل. أول مرحلة هي حياة ربنا يسوع المسيح له المجد نفسه، حياة المسيح له المجد نفسه، تجسده، حياته على الأرض، عاش بنا ومشي، كان زي ما كتب الرسل كده، كان يقول يصنع خير ويتنقل من مكان لمكان، يخدم ويعلم ويعرف الناس هنا وهنا وهنا، وكانوا التلاميذ حواليه وبيشوفوا وبيسمعوا يعني بيلاحظوا الكلام اللي هو بيقوله. ولكن طبعا كان في الزمن ده لا معهم موبايلات يسجلوا، ولا معهم حتى ريكوردر بتاع زمان اللي بيسجلوا بيه، ولا اي آلة من آلات التسجيل، ولا معهم كاميرا يصوروا، ولا كانوا بس بيشوفوا وبيسمعوا وبيحفظوا الكلام فين؟ في ذهنهم. كل واحد على قد ما شاف وقد مواقف ما عرف وشافها وخلاص. لكن كانوا وقتها فاهمين وعارفين مين هو ربنا يسوع المسيح ده؟ تفتكروا كده؟ انا بسأل الاولاد، في واحد قال لي اه، واحد قال لي لا. طب انا هديكوا فرصة، اللي قال لي آه يقول لي قال آه ليه، واللي قال لأ قال لأ ليه. ها، في واحدة قالت لي آه وهزت راسها عملت كده. تفتكروا ان الرسل كان عارفين ان هو ده ربنا يسوع المسيح؟ انت قلتي آه، قلتي آه ليه؟ ايه دليلك يعني ان هي كانت ان هو كان عارف، الرسل كانوا عارفين؟ كان بياكل ويشرب معاهم، بس هم كانوا عارفين وده مين؟ ما كانوش عارفينه في الاول. برافو عليك. ليه بقى؟ لان الروح القدس كان لسه محلش عليهم، وما كانوش لسه عارفين قيمة ربنا يسوع المسيح. عارفين، هديكم الحكاية دي بمثل بسيط قوي يعني سهل عليكم. لو رحنا مثلا دير وقابلنا هناك رهبان كتير اشكال والوان، منهم راهب مثلا قديس وبركة وحلو قوي، هيعدي من قدامنا هنعرفه؟ هنعرفه ازاي؟ ممكن تعدي الايام مثلا واحنا معديين ونقول له يا ابونا عايزين ناخد صورة ونتصور معاه بتاع، وتلف الايام ويتنيح ابونا ده وتطلع سيرته العطرة الحلوة ويطلعوا عنه كتب ولا فيلم ولا بتاع، وافاجأ ان الراهب اللي انا اتصورت معاه من 10-15 سنة ورا والصورة عندي، ان الراهب ده طلع ايه؟ قديس وراجل بركة والناس بتتكلم عنه. لكن ساعتها، ساعة ما انا شفته واتصورت معاه، كنت عارف ده ايه؟ ما كنتش عارف. اهو ده اللي حصل بالظبط، مثل كده
هو ده اللي حصل بالظبط. ساعة ما التلاميذ كانوا ماشيين مع المسيح له المجد ما كانوش عارفين قيمته، والدليل على كده كان كل شوية يسألوه، وتلاميذ يوحنا يجي يقولوا له هل أنت ولا ننتظر واحد آخر غيرك، يسألوه على حاجات مش عارفين مش متأكدين. وبالتالي فاكرين أول الفصل ده بيقول إيه؟ أقرأ لكم الأول الفصل كده. بعد ما أكلوا قال يسوع لسمعان: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ فقال له: نعم يا ربي، أنت تعلم أني أحبك. فقال له: ارعى خرافي. وكرروا الحكاية دي 3 مرات، وفي آخر مرة قال له: يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. فقال له: ارعى خرافي. الحق أقول لكم، لما كنت شاب أقول لك إن كنت شاب كنت تمنطق نفسك إلى آخره. معنى كده أن كان بطرس عارفه؟ بطرس كان عارف المسيح وقتها؟ لا، كان لسه ما عرفش. والدليل على كده أن المسيح كان بينبهه، بيلفت نظره، بيوبخه: يا بطرس، أنت بتحبني؟ ليه كان بيقول له الكلام ده؟ لأن بطرس قبلها كان عمل إيه؟ قدام الجارية عمل إيه بطرس؟ فاكرين؟ لما الجارية سألته قالت له: أنت تابع الراجل ده ساعة المحاكمة؟ بطرس قال لها بشجاعة كده: آه أنا تابعه. صح؟ لا، عمل إيه بطرس؟ أنكر. لو كان بطرس عارف إن ده هو المسيح وهو الله الظاهر بالجسد كان هينكره؟ لو كان توما عارف ومتأكد إن هو ده المسيح اللي جاي يخلصنا ويموت على الصليب ويتم المواعيد كان هيشك في قيامته؟ لا، معنى ان هم عملوا كده ان هم كانوا ايه؟ مش عارفين. وبالتالي بكرر لكم تاني، المرحله الاولى في كتابه الانجيل كانت حياه المسيح له المجد والتلاميذ حواليه بس مش عارفين. تاني مرحله لما حل عليهم الروح القدس بقى وابتدوا ايه؟ يوعوا ويفهموا قيمه اللي هم شافوه وعشروه 3 سنين رايحين جايين وراه ويتكلموا معاه وهو يتكلم معاهم، ابتدوا يعرفوا. قال: الله، ده احنا بقى فهمنا دلوقتي. معلمنا يوحنا كتب لنا في الانجيل كده ايه جميله جدا، قالوا: لما هيحل عليكم الروح القدس سيذكركم بكل ما قلته لكم. هيفكركم، هيفهمكم، هيكشف عن عينيكم اللي انتم كنتش فاهمينه، وهتقولوا: افتكرنا دلوقتي ايه اللي حصل في اليوم الفلاني، فهمنا ايه اللي حصل في اليوم الفلاني، عشان كده قال كذا ربنا يسوع المسيح، وهكذا وهكذا. وابتدوا بقى يفهموا وتكشف عن عينيهم الحقيقة، وابتدوا يبشروا ويروحوا للأمم ويبشروهم. يقول لنا كده سفر الأعمال، معلمنا لوقا اللي كتب لنا سفر الأعمال في الأول، وبقى يروحوا من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية وبشروهم ويعلموهم ويمارسوا معاهم الحياة المسيحية، يعني عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. واللي يتعمد يعملوا معاه حاجة اسمها كسر الخبز. كسر الخبز ده اللي هو ايه؟ اللي هو الافخارستية، يعني اللي هو القداس اللي احنا بنعمله دلوقتي، ويناولوهم وهكذا وهكذا. الفترة الأولانية دي اللي هي فترة الإنجيل المطبق، بيطبقوا الوصايا والتعاليم اللي قالها لهم المسيح، وكان لسه ما فيش حاجة مكتوبة. يبقى دي المرحلة الكام؟ الثانية. المرحلة الثالثة والأخيرة لما الرسل بقى قرروا يطلعوا وينطلقوا للكرازة بعيد، قالوا: لا، قبل ما نطلع لازم نكتب الأناجيل، كل واحد يكتب إنجيله لحسن مع الوقت الكلام اللي احنا بنقوله ممكن يتنسي، أو ما هيجي جيل ما شافوش المسيح هيعرفه منين. فيقول لنا لوقا الرسول في أول 4 أعداد في إنجيله، 4 أعداد مهمة جدا، يقول بيكتب الكلام ده لواحد اسمه توفيلوس: أيها العزيز توفيلوس، بعد ما تدققت وأكدت أن كل اللي حصل حصل إزاي، ابتديت أدون القصص اللي متداولة أو المعروفة، وابتدوا يكتبوا الأناجيل. وبكده اتكتب الإنجيل، وبكده خلصت 3 مراحل. أقول 3 مراحل تانية عشان هنحفظهم وهنسمعهم على بعض قبل ما نطلع من هنا، لازم نكون حافظين 3 دول. أول مرحلة هي إيه؟ حياة المسيح له المجد نفسه والتلاميذ حواليه، والتلاميذ عارفين؟ لا، مش عارفين. تاني مرحلة بعد ما حل الروح القدس والتلاميذ عرفوا وابتدوا يبشروا شفوي ويطبقوا تعاليم المسيح بالفعل. تالت مرحلة لما الرسل قرروا يعملوا إيه؟ يكتبوا الأناجيل. خلاص حفظنا 3 مراحل دول، هقولهم تاني. أول مرحلة إيه؟
حياة المسيح له المجد والتلاميذ مش عارفين. تاني مرحلة هم ابتدوا حل عليهم الروح القدس وابتدوا يروحوا ويجوا ويطبقوا الكلام اللي هم سمعوه من المسيح ويبشروا. تالت مرحلة لما كتبوا. وبالتالي لما كتبوا كتبوا كل حاجة؟ لا. وهو معلمنا يوحنا قال لنا كده هو ده في حاجات كتير لو كتبت واحدة واحدة لا أظن أن العالم نفسه يقدر يشيل الكتب دي كلها. إذن هو كتب الحاجات اللي تخص الخلاص وتخص يعني حياتنا وخلاصنا مع ربنا يسوع المسيح وخلاص، من غير تفاصيل حاجات تانية كتير. طب التفاصيل التانية دي ضاعت؟ لا ما ضاعتش. التفاصيل التانية دي استلمتها الكنيسة أو مارستها الكنيسة جيل من بعد جيل، وبقوا الرسل يعملوها ويسلموها للي وراهم واللي وراهم واللي وراهم بين حاجة اسمها التقليد أو التسليم. جيل يسلم جيل. كانوا حتى عندنا زمان الصغيرين يمكن ما افتكروش الكلام ده، الكبار شوية هم اللي افتكروا. كان زمان العادة الجميلة اللي موجودة في القرى وفي المدن القديمة زمان إن أبونا الكاهن ابنه يبقى إيه؟ كاهن زيه. ليه؟ لأن أبونا الكاهن ده هو اللي بيعلم ابنه في البيت وبيعلمه يبقى التسليم والتقليد والتلقين كل حاجة بيعملها، والولد يطلع متعلم في البيت وهكذا ابنه وابنه. عشان كده في عندنا كهنة كتير، وحتى في كنيستنا هنا عندنا كهنة أبونا وأبوه كان أبونا. زي مين؟ أبونا بطرس. عندنا أبونا كان والده أبونا بطرس، وأبونا كرولوس أبوه كان أبونا مقار، وأبونا مقار ده أبوه كان أبونا متى، وأبونا متى ده أبونا جرجس، وهكذا وهكذا سلسال كهنة. ده الطبيعي، ده الكنيسة كانت ماشية على كده قرون وقرون. يبقى الكاهن بيعلم ابنه والكاهن ابن كاهن وهكذا. وهكذا كانت الكنيسة تمشي بالتقليد والتسليم جيل من بعد جيل. ده اسمه ايه؟ التقليد التسليم. وكنيستنا الارثوذكسية بتتميز بهذا التقليد وهذا التسليم، عكس ناس تانية ما عندهاش التقليد ده، التقليد ده او التسليم ده. حتى لو جه واحد في زمن من الازمنة يعني طلع في دماغه كده ويكتب لنا كتب ضد التقليد او ينقد التقليد او بتاع، نقول له معلش مع نفسك انت، وفي الاخر طلع الكلام اللي كتبه كله غش وكله تزوير وعمال يقصقص الكلام من هنا ومن هنا، طلع كلام مش صح، كلام بلاستيك كله مش مهم، طلع الكتاب تايواني يعني اي كلام فمش مهم. لكن اللي احنا عارفينه واللي احنا واثقين منه واستلمناه جيل من بعد جيل وماشيين بيه هو التقليد والتسليم، الحاجات اللي ما كتبتش في الكتاب. زي ايه بقى عشان نختم وما اطولش عليكم؟ حاجات كتير، زي من اول باسم الاب والابن والروح القدس، نرشم الصليب. لما نرشم الصليب ومكتوب في الكتاب هنا الاب والابن والروح القدس، لكن مش موجود في الكتاب المقدس، ازاي نرشم الصليب؟ نرفع ايدينا كده وكده وكده وكده، مش مكتوب. لكن مين علمها لنا؟ انا عايز اخلي كل واحد فيكم يفتكر، مين اول واحد علمك ترشم الصليب؟ المستر في مدرسة الأحد؟ مين؟ ها؟ مين أول واحد علمك ترشم الصليب؟ لا قبل الكنيسة، ماما. برافو عليك، بابا وماما في البيت. وماما تعلمتها منين؟ من تيتا. وتيتا تعلمتها منين؟ من تيتا، وهكذا. ماما وتيتا والناس اللي في البيت دول هم دول اللي بيشلوا لنا التقليد وبيعلمونا. وقبل ما نعمل، قبل ما يبقى في مدارس احد، مدارس احد عمرها 100 سنه بس. طب قبل ال 100 سنه دي ما كانش في مدارس احد في الكنيسه، كانت المسيحيه ماشيه ازاي؟ باللي بقول لكم عليه ده، ببابا وماما في البيت. لغايه النهارده لما نيجي نجتمع مثلا على الاكل عشان نتغدى مع بعض ولا نفطر مع بعض ولا نتعشى مع بعض في البيت، مش بابا كده بيجمعنا ويلا يا اولاد نصلي قبل ما نبتدي الاكل، ويرشم الصليب باسم الاب والابن والروح، نشكرك يا رب على الاكل اللي انت اديته لنا. مش بيحصل كده في البيت؟ بيحصل ولا لا؟ يبقى بابا وماما وتيتا وجده هم اللي علموني في البيت اول كلمات واول حاجه في التقليد والمسيحيه. وهكذا مشيت المسيحيه جيل من بعد جيل قرون وقرون. هي المسيحيه عمرها 100 سنه عندنا ولا 200 سنه بس؟ لا، ده المسيحيه في مصر بقى لها 2000 سنه. 2000 سنة مشيت ازاي؟ باللي بقول لكم عليه ده، بالتقليد
بالتسليم، جيل يسلم جيل. طيب بلاش، احنا خلاص تعبنا طول النهار وعمالين نجري ونلف وعايزين ننام. قبل ما ننام بابا وماما يعملوا ايه؟ يا اولاد نقف نصلي قبل ما ننام. مش ده بيحصل في البيت؟ اول ما نصحى من النوم الصبح اول حاجه نخش نغسل وشنا كده، وقبل ما نلبس لبس ونروح المدرسه بابا وماما يقولوا لنا ايه؟ يلا يا اولاد نصلي قبل ما نلبس، قبل ما نخرج من البيت. مش هو ده اللي بيحصل؟ بس كده، هو دي، هي دي المسيحيه، وهي دي الكنيسه، وهو ده التقليد. جيل من بعد جيل يعلمونا في البيت ازاي نصلي وازاي نشم الصليب وازاي نبص ناحيه، واحنا بنصلي نبص اني ناحيه، ناحية الشرق. مين اللي علمنا في الكتاب المقدس هنا مكتوب كلمة الشرق نبص ناحية الشرق؟ لا مفيش. لكن مين اللي علمها لنا؟ بابا وماما واحنا صغيرين، يلا نبص ناحية الشرق فين وحنصلي. هو ده التقليد، من اول رشم الصليب، من اول الصلاة على الاكل، من اول نبص ناحية الشرق في الصلاة، وهكذا وهكذا. الحاجات الصغيرة، الحاجات البسيطة، هو ده التقليد، وهي دي الكنيسة. من اول الحاجات الصغيرة دي وحاجات تانية طبعا كتير قوي، بس انا اديكم مثل بسيط كده عشان نحفظ ونفتكر. طولت عليكم معلش، لكن هفكركم بقى بسرعه اللي انا قلته. عندنا الكتاب المقدس لما كتب، كتب على كم مرحله؟ ثلاثه. اول مرحله هي ايه؟ حياه المسيح له المجد نفسه والتلاميذ حواليه عارفين؟ لا مش عارفين. ثاني مرحله لما الروح القدس حل عليهم والتلاميذ بقى فهموا وافتكروا وبقوا يطبقوا الكلام ده ايه؟ شفوي عملي. ثالث مرحلة لما التلاميذ قرروا ان هم يكتبوا الاناجيل. وبعدين التلاميذ كتبوا لنا كل حاجة؟ لا، الباقي سابوه علموه لنا فين؟ في التقليد او التسليم. والتقليد والتسليم ده اللي بنتعلمه من واحنا صغيرين في البيت قبل ما نيجي مدرسة الاحد، من اول رشم علامة الصليب، الاتجاه ناحية الشرق، الصلاة قبل الاكل، الصلاة قبل ما ننام، الصلاة اول ما نقوم من النوم، وهكذا وهكذا. هي دي كنيستنا، وهي دي حلاوتنا، وهو ده التقليد، وهي دي ارثوذكسيتنا اللي احنا فرحانين بيها، واللي نطلب من ربنا دايما تكون موجودة، وهي سبب فرحنا وسبب عزانا في هذا العالم. ربنا يدينا نعمة وبركة، ويديكم ان تكونوا أولاد شاطرين حلوين تسمعوا كلام بابا وماما لما يقولوا لكم نقف نصلي. عرفتوا بقى جت حكاية الصلاة دي منين؟ في البيت. وعرفتوا بقى الانجيلي كتب ازاي؟ انتوا جدعان، ربنا معاك وحافظ عليكم. لالهنا المجد الدائم الى الابد امين. اغنيه خنوم.